سامعك. وبديل للميد جورني عندي موقع اسمه بلاي جراوند. دي هنا قلت له حط لي قطة تحت المية. طيب خليني اقول له مثلا فلاي هورس، او خليني اقول له مثلا عربك او هورس مثلا ان ايجيبت، تمام، واقول له جنريت، فيبدأ يعمل لي الصورة بالشكل دوت، خلى الخلفية الهرم اهي مثلا بالشكل دوت. وتقدر تحط فلاتر معينة، وليكن مثلا اهوت. لاحظ ان كل مرة بتقول له جنريت بيكون لك صورة جديدة مش موجودة في اي مكان تاني، تمام. وممكن هنا الموديل تقدر تختار اللي انت عايزه، مثلا عايز تشتغل على الستيبل ديفيجنز بالشكل دوت، بالشكل دوت. ممكن تقول له طبعا عايز ال اعتمد على دي دي ال اي، بيقول لي بفلوس كنسل. طيب خلينا نرجع ليه ابو بلاش. طيب ممكن نقول له مثلا فلتر، فهو بيبدأ يعمل لك حاجات كتيرة كويسة، تمام. تعوض، ممكن تضيف فلاتر، أي حاجة أنت بقى متخيلها ممكن إن هو يبدأ إن هو يعملها لك. مثلا قلعة عربية في مصر، خلينا نقول له باندا، عايزين نشوف باندا في مصر. طبعا الفلتر ده تأثيره رهيب. باندا اقول له جنريت، المسألة دي قوية جدا صراحة. عملها لك زي الورق اللي بتعمل في اليابان، تمام. يعني مجرد ان انت تغير الفلتر هنا بيجيب لك حاجات خطيرة. والارت هو بيكتب لك الكلام اللي ناقص كمان، ما شاء الله. لا بديل كويس صراحة محترم.